السلام عليكم، معكم عمر الوافتي، موقع بويا فارينو. بغيت نسجل هذا الفيديو، غادي نوجهه للرأي العام على حساب المكتب اللي عندنا ديال الماء الصالح للشرب جماعة إعزان. مشينا تما تفاجأت بالمسؤول اللي كان تما، لأن حطينا تما واحد الملف بغينا ندخلو الماء. قال لك غادي تمشيو للنادول. دابا بغينا نعرفو، كنوجهو هاد الرسالة للشركة ديال الماء باش نعرفو حنا اللي ساكنين هنا في دوار إعزيزة التابع لطلب جماعة إعزان، واش عندنا الحق ندخلو الماء هنا، ولا اللي بغى يدخل شي ماء غادي يمشي للنادول المكتب اللي كان تما تابع لإقليم ديال النادول. دابا هاد الفيديو كنوجهو للمسؤولين في الشركة ديال الماء، كنوضح بيه المسائل اللي كتوقع هنا والشطط في السلطة، لأن كاين الناس الجوار ديالي اللي دخلوا الماء بخمسين ألف فرانك لواحد 200 متر بيناتنا، الأنبوب واحد، وحنا كيسيفطو النادول قال لك غادي تمشيو كاين تما واحد المسؤول غادي يعاونكم، بحال حنا اللي ما كنتمتعو تما بشي حقوق والو، بحال لاجئين اللي جينا من برا ما كنتمتعوش تما بالحقوق ديالنا الشرعية. هنا كاين الناس اللي غادي يسجلوا عاد فيديوهات غادي يوضحوا الأمور ديال الابتزاز النصب والاحتيال اللي كتوقع هنا في جماعة إعزان في نفس الشركة من طرف المسؤول اللي كيجي هنا من الخميس للخميس، الإدارة دائما مسدودة، كيكون تما الاستقبال، وهنا كنطلب من المعنيين بالأمر باش ياخذوا بعين الاعتبار غادي يحلوا هذا المشكل اللي توغلت من طرف هذا المسؤول اللي كيجي من الخميس للخميس. بزاف ديال الناس اللي عندهم الملفات تما محطوطين تقريبا عام، غالي جدد الرخصة ثلاثة أربعة الخطرات، ولكن ما قدا والو، فوقاش ما مشى كيقول عاين حنا صيفطنا شي ماء مشاو للابوراتوريوم، ولكن إلا عطيت الفلوس إلا عطيت ما كاين مشكل، إلا ما عطيتيش الفلوس كيقول لك عاين. وملي مشينا عندو قلت له ودي هادشي اللي كتعمل، حنا غادي نقومو بواحد فيديو غادي نسجلوه باش نصيفطوه للرأي العام المعنيين بالأمر باش يشاهدوه ويعرفوا المشاكل اللي كتوقع هنا في عزان. قال لك سجل حتى عشرة، قل له إلا صدقنا هاد الشيء فيديو واحد غادي يرجع عليك واحد الكارثة كبيرة. هاد الشيء اللي غادي نقول من بعد واحد شوية إن شاء الله غادي نسجلوا واحد الفيديوهات، من بعد غادي يجيو الإخوان غادي يوضحوا الأمور وغادي يقدموا الرسائل ديالهم السلطات المعنية بالأمر باش يعرفوا حنا واش عندنا شي حق ولا محرومين يتسمى في حقنا من الماء ديال الصالح للشرب. وذانيتا تقدم غدانيتا ثبتا يوذاني يجان وعلان خوانيتا خل مسؤولة وانيتا يدوت بزاع يتسمى العضلات الناس يتسمى السكان دون اشتخمي غثر في تسمى ذي الميرو خمود في نخشن الأسد يتوقع يتسمى الخوف أروح نشين وعدي الوضع الحقوق يزين تمتع نشين الحقوق سجن حقوق يتسمى سجن مشروع عندنا من حقنا نسيت فمن نشين كمواطنين مواطنين صالحين أن سلف من ما مش سلف من إن غنيت ستمنيات
نشيني وداني وغاي الجيشة أثن السيد فن باتر وعجي مالا وني الخد تقنداني تا مانا يا طفنت يتسمى ديج الآلة استخدمت تكشيت تمنيات عش سيد فن أمان وعث كشيت شا مادا شيني روح غا نضو على قيمان سكنتني لابوراتواري وسيدي قيمو قيمو انت الأنبوب الأنبوب قادوس ديج الجن وهذا هو الفرق قادو سي سي جبدن يني يوم يكشين 50,000 فرانك كان غني قادو سي غانغي جن ولا نشين مانايا ثلاث تابرات تقدم اختد الحكومة نغنشين غانغي جن في ذي اللي محمد السادس نزعله الله هذا نغحل الموعد إليا إدين جن الشين الشين يخصن غيوذن صالحين يغي خدمن الإدارة مدي الإصلاح الإداري أدخل منهم واحد نغوان غد السكين يوذان يخان غي تقسحن يتسمى دي تمسجين وعلا نغت عيوينن نشين اني واحد نحذج التتبلات يتقدم غي الحكومة النغ الشركة ممان يجان يتسمى دي النظوع أكي استخدم الأمور أكواني تمنى ما يسمى الذي يخدم الذي تنحى غد يسجن نغنيت غان غيو ذا نقيد ذا عاتل يعني تسمى على العمل غان غدا الاساتذه بدل غان غدا نيتام التتبلاتي نوم يتقدم من بعد خاتقر في دياوات الى اخوان نغريت والسلام عليكم ورحمه الله.